أكدت عضو مجلس النواب عفاف زهران على ضرورة توحيد سياسات التعليم والتدريب في جميع مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي والتعليم الفني. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. مشروع القانون في حد ذاته مشروع هايل جدا ومثمر، وإحنا يمكن كنا بننادي به من سنوات سابقة. من ضمن الأهداف أو من أهم الأهداف والبنود المطروحة في المشروع هي تحديد سياسات التعليم والتدريب على كافة أنواعه بكافة المراحل لعمل تكامل ما بين التدريب والتعليم، وده طبعا بيفيدنا في أن احنا بنخرج، بيساعدنا في إخراج هذا التدريب والتعليم على متطلبات سوق العمل المحلي وأيضا سوق العمل الدولي، بالإضافة كمان أن النهوض بالبحوث التعليمية، وده طبعا احنا أو البحوث العلمية احنا محتاجينه في الوقت الراهن. وأنا شايفة كمان أن من ضمن التشكيل القائمين على هذا المجلس 18 مؤسسة، ده رأيي ورأي أغلبية الحاضرين أن احنا محتاجين نضيف بعض من المؤسسات، ده هتضيف للمجلس الأعلى.